بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الكورس النهاردة هو عن الكربوهيدرات، وعنوان النهاردة هو Formation of Oligosaccharide. كورس الكربوهيدرات من الكورسات الجيدة جدا جدا، وأنصحكم أن أيا كان الجامعة اللي انت بتدرس فيها أنك تسجل في كورس كربوهيدرات في المواد اللي انت بتدرسها. عنوان النهاردة هو Formation of Oligosaccharides، وأوليجو يعني فيو، يعني ربط مونوساكرايدز مع بعضها. والأوليجو ساكرايدز بيكون من حوالي 3 يونتس ل9 يونتس تقريبا من السكر بيكونوا مرتبطين مع بعض. طبعا كلكم فاكرين ان المونوساكرايدز ممكن تكون ترايوز لو مكونة من 3 كاربونز، تتروز لو 4 كاربونز، بنتوز لو من 5 كاربون زي الريبوز او الزيلوز، هيكسوز لو من 6 كاربون زي الجلوكوز والجلاكتوز والمانوز. كل الانواع دي ان شاء الله هنشوفها. فلما بنقوم بربط كذا يونت من المونوساكرايد مع بعض بنسميه اوليجوساكرايد، تمام؟ وقلنا ان لما بنربط عدد قليل من المونوساكرايد من 3 ل 9 وحدات، اكتر من كده بنسميها بولي ساكرايد، تمام؟ دلوقتي لما نيجي نعمل فورميشن اوف اوليجو ساكرايد عايزين نربط عدة وحدات من السكر في بعض. يبقى اول حاجة عشان اعمل فورميشن اوف اوليجو ساكرايد لازم يكون عندي جلايكوسايل دونر وجلايكوسايل اكسبتور. الدونر لازم بتتوفر فيه بعض الصفات. اول حاجة طبعا احنا عارفين الكربون دي هي كربون رقم 1، تمام؟ طبعا هنا كربون 2 3 4 5 6، تمام؟ بنبدأ الترقيم من هنا وبنديها رقم 1. الكربون رقم 1 دي بنسميها انوميريك كربون، تمام؟ الانوميريك كربون دي لازم يكون عليها جود ليفينج جروب علشان تقدر تكون دونر، تمام؟ عشان نقدر نربطها بالجلايكوسايل اكسبتور. الجلايكوسايل اكسبتور كمان لازم يكون كل ال OH groups اللي فيه محمية ما عدا ال OH اللي انا عايز اعمل من عندها ربط. يعني اذا انا هربط بين الجلايكوسايل دونر من عند كربون 1 وهربط مع الجلايكوسايل اكسبتور عند كربون 4 مثلا، فلازم اعمل بروتكشن لكل الـ OH's الموجودة ما عدا الـ OH الموجودة على كربون 4 عشان اسمح للتفاعل انه يتم ويحصل glycosidic linkage، تمام؟ الـ OH's دي مختلفة في النشاط تجاه التفاعل. يعني الـ OH اللي على الانوميريك كربون طبعا دي بنسميها انوميريك OH او هيمي اسيتال OH، تمام؟ بتكون هي المور رياكتيف، تمام؟ فالانوميريك بتكون مور رياكتيف عن الـ OH الموجود على كربون رقم 6، يعني الـ OH الموجود على كربون رقم 1 مور رياكتيف عن الـ OH الموجود على كربون رقم 6 اللي بنسميها برايمري OH، دي موجود على كربون 6 بيكونوا more reactive، ودي بتكون more reactive عن جميع الـ OH's الموجودة على الكربونز الأخرى اللي هي على 2 و3 و4، والمجموعة دي بنسميها secondary. الـ OH's دي الموجودة على 2 و3 و4 بنسميها secondary، تمام؟ فعلشان الـ reactivity دي لما اجي استهدف OH معينة لازم اعمل بروتكشن لكل الـ OH's التانية. طيب ازاي انا هعمل اصلا بروتكشن للـ OH's؟ هعملها بروتكشن باني احط بروتكتنج جروبس عليها، تمام؟ طب زي ايه البروتكتنج جروبس اللي ممكن اضيفها؟ البروتكتنج جروبس هي مجموعات عايزاها تكون موجودة اثناء التفاعل، يا اما تفضل موجودة عاملة بروتكتنج للـ OH طول التفاعل واشيلها في نهاية التفاعل، او عند جزء معين من التفاعل اقدر اشيلها. يعني هي جروبس اقدر اضيفها واشيلها ارجع الـ OH مكانها مرة تانية، تمام؟
طب ايه هي انواع البروتكتين جروبس اللي انا ممكن استخدمها؟ اول نوع من البروتكتين جروبس هو الاسترز، والاسترز يا اما بتكون كربوكسيليت استر يا اما هتكون سلفونيت استرز. كربوكسيليت استرز زي الاي سي اللي هي اسيتايل جروب، وهي عبارة طبعا عن سي اتش 3 سي او، تمام، او تكون بنزوايل جروب ودي عبارة عن بنزوايل، تمام. السلفونيت استر ممكن تكون توزايل جروب رمزها تي اس، اسمها توزايل، وبيكون تركيبها بارا تولوين سلفونيت، تمام، او تكون تريفلايل جروب ودي عبارة عن تراي فلوروميثين سلفونيت، او تكون ميزيتايل جروب ودي بتكون عبارة عن ميثايل سلفونيت. تاني نوع من البروتكتين جروبس هي الايثرز، ودي فيها ثلاث انواع، هي البنزايل بنديله رمز بي ان اللي هو طبعا عبارة عن مجموعة بنزايل، وفي ترايتايل رمزه تي ار وده عبارة عن تراي فينايل ميثايل جروب، تمام، وفي سيلايل، والسيلايل نفسها فيها نوعين، النوع الأول تيرشري بيوتايل داي ميثايل سيلايل وبيكون طبعا اختصاره تي بي دي ام اس، تمام، ورمزه هو تيرشري بيوتايل داي ميثايل سيلايل، او يكون تيرشري بيوتايل داي فينايل سيلايل وده رمزه طبعا تي بي دي بي اس، ورمزه طبعا تيرشري بيوتايل داي فينايل سيلايل. تالت نوع من البروتكتينج جروبس هناخدها هو نيتروجين بروتكتينج جروبس، والنيتروجين بروتكتينج جروبس هناخد منها نوعين، اول نوع هو اسيتاميدو جروب رمزها ان اي سي وهي طبعا سي اتش 3 سي او ان اتش، والنوع الثاني فيثالاميدو جروب ورمزها بي اتش تي اتش، بتكون طبعا زي فيثالامايد بس بدل الاكسجين في هنا نيتروجين، تمام. هناخد مثال لعمل بروتكشن باستخدام بي ان جروب اللي هي البنزايل جروب. ده المركب اللي قدامنا، الشوجر ده معمول بالفعل بروتكشن للانوميريك او اتش ومحطوط ميثايل جروب بدل الاتش، تمام. احنا عاوزين نعمل بروتكشن لباقي الاو اتشز باستخدام البي ان، وقلنا البي ان اللي هي بنزايل، فلما نيجي نفعلها مع بنزايل بروميد بي ان بي ار، طبعا احنا عارفين ان تفاعل بنزايل بروميد زائد اي ار او اتش بيدينا على طول بنزايل ايثر، يعني على طول البي ار بتخرج وبيبتدي البنزايل يرتبط
بالأكسجين، فال ROH هنا هي الشوجر بتاعنا اللي مليان OH's، فعلى طول ال BN البنزيل جروب هتحل محل كل ال H's الموجودة على ال OH جروبس اللي فاضلة. تمام، عشان كده احنا كنا بنقول ان البنزيل بنضمه لمجموعات الايثر، لانه لما بيتفاعل مع الشوجر بيكون بنزيل ايثر. تمام، فاحنا عشان كده حطينا العنوان الرئيسي انهم ايثرز. تمام، لما يجي ال BNPR بنزيل بروميد يتفاعل مع الشوجر، كل ال H's دي هتتحول ل BN جروبس. تمام، لكن في هنا عندنا اوميسايل، والاوميسايل دي الجروب دي اسيد لابايل، يعني بيسهل طردها في وجود الاسيد كونديشنز. عشان كده احنا هنستخدم بيزك كونديشن، فهنعمل التفاعل في وجود NaH or KH. تمام، وينتج لنا المركب ده، وعملنا بالطريقة دي بروتكشن لكل ال OH groups الموجودة في المركب. طبعا اسم المركب اللي بدأنا بيه ميثايل ألفا لأن اتجاه الرابطة لتحت، ألفا دي لأن على الكربون رقم 2 الرابطة متجهة لليمين، جلوكو بايرانو زايد لأن الحلقة طبعا سداسية. تمام، والمركب الناتج هيكون ميثايل 2 و3 و4 و6، لأن 5 هنا يبقى دي 6، تترا أو بنزايل ألفا دي جلوكو بيرانوزايد. تمام، هناخد مثال تاني. المثال التاني هو المركب اللي قدامنا ده، طبعا المركب ده اسمه ميثايل 2-أسيتاميدو-4-6-O-بنزايليدين ألفا دي جلوكو بيرانوزايد. تمام، عاوزين نعمل بروتكشن لل OH الموجودة هنا باستخدام البنزايل جروب، فهنضيف ال PNPR. تمام، لكن عندنا هنا مشكلة ان الأوميسايل احنا قلنا انها اسيد لابايل، كمان البنزايليدين جروب هي كمان اسيد لابايل، فاحنا لازم نستخدم كونديشن تكون بيزك. لكن المشكلة ان الاسيتاميدو جروب الموجودة على كربون 2 دي بيز لابايل، بتتأثر بالبيزك كونديشن. هنعمل ايه؟ هنستخدم مايلد كونديشنز عشان نحافظ على الجروبس المحطوطة كبروتكشن، ونقدر نضيف البي ان من غير ما اي جروب من دول يخرجوا من مكانهم. فهنستخدم ايه؟ هنستخدم بي اي او على بي اي او اتش كل 2 8 H2O في وجود دي ام اف. الدي ام اف اللي هو دايميثايل فورماميد، فهنلاقي على طول ان البنزايل جروب قدرت تدخل وتعمل بروتكشن للاو اتش الموجود عندنا. تمام، ممكن بدل المايلد بيزك كونديشنز اللي احنا استخدمناها نستخدم نيوترال كونديشنز، فنستخدم الاي جي 2 او او نستخدم الاي جي سي او 3. تمام، فبرضه هيتم التفاعل من غير ما اي جروب من الجروبس اللي احنا بدأنا بيها تتشال. تمام، المثال اللي بعده هو المركب اللي قدامنا ده طبعا اسمه ميثايل 3 عشان على الكربون 3 او بنزايل، دي بنزايل جروب طبعا رمزها بي زد، 4-6-O-بنزايليدين الفا دي جالاكتو بيرانوزايد، عشان ده جالاكتوز لان الكربون 4 طبعا الاتش بتاعها لفوق مش لاسفل. واحنا عايزين نعمل بروتكشن للاو اتش دي،
فعايزين نضيف عليها مجموعة بنزايل. فهنا هنستخدم mild acidic condition. ليه؟ لأن على الرغم من أن دي المجموعة أوميسايل أسيد لابايل البنزايليدين أسيد لابايل، لكن مجموعة البنزوايل دي بيزك لابايل، فاللي احنا هنستخدمها mild acid condition. تمام، هنستخدم بدل بي ان بي ار هنستخدم بنزايل ترايكلورو اسيتاميديت، رمزه بيكون كده، وهيكون المايلد اسيديك كونديشنز اللي هنستخدمها تريفليك اسيد اللي هو طبعا ترايفلورو ميثايل سلفونيك اسيد. هتبتدي البنزايل تدخل بكل سهولة ونعمل بروتكشن للاو اتش اللي احنا مستهدفينها. طيب احنا دلوقتي خدنا 3 امثله على عمل بروتكشن باستخدام البنزايل جروب، عملنا بروتكشن خلصنا التفاعل عايزين نشيل البنزايل جروب، ازاي نقدر نعمل دي بروتكشن او ازاله للبنزايل جروب؟ ده اللي ان شاء الله هنعرفه في الفيديو الجاي.